صفاء واحدة من اللاعبات اليمنيات اللواتي انخرطن في المجال الرياضي خلال الفترات السابقة، وتعد حاليا إحدى الإعلاميات الرياضيات المشاركات في الدورة التدريبية التي تحتضنها مديرية المعلى بمدينة عدن وبرعاية من الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي. عن تجربتي الشخصية في مجال الرياضي، هي تمتد لأكثر من 12 سنة ماضية في مجال لعبة الكرة الطائرة، حيث كنت أحد اللاعبات في فريق محافظة عدن للكرة الطائرة، وقد ما حاولنا تمثيل المحافظة في عدد من المناسبات والمشاركات والبطولات الرياضية. وخبرتي الآن انتقلت من مجال اللعب الرياضي أو مجال الساحات الرياضية إلى مجال الإعلام الرياضي، ونتمنى أن نحدو حدو زميلاتنا السابقات في مجال الإعلام الرياضي ونعطي الصورة المشرقة للإعلام الرياضي الحالي في محافظة عدن. ثمة ما يلفت الانتباه هنا، فهذه الدورة خصصت لعشرين امرأة عاملة في مجال الإعلام الرياضي، وتعد خطوة غير مسبوقة في حياة الإعلام الرياضي اليمني، لا سيما أن مشاركة المرأة كإعلامية رياضية انحسر مؤخرا بشكل ملحوظ. نحن كصحفيات إعلاميات رياضيات علينا أن نهتم بجانب الخبر الصحفي الرياضي لما يشمل من أهمية كبيرة، حيث أن بلادنا في الفترة الحالية لديها نقص من الكوادر الإعلاميات الرياضيات في تناول القالب الرياضي النسوي. الصحافة النسوية أصبحت غائبة في الوقت الحالي في عدن على وجه الخصوص، وذلك بسبب غيابها في المدارس. قيام دورات كهذه والحفاظ على استمرارها يعتبر عاملا قويا في إبراز دور المرأة اليمنية في حقل الإعلام الرياضي، ويترك بصمة لها في المشاركة بالتغطية الرياضية التي تدعو للفخر بها في مجتمع قلما نجده يشجع هذا المجال.